احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل المصيبة في المال تكون من غضب الله؟ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، سواء في المال أو في النفس أو في القريب أو غير ذلك. وكل مصيبة إنما تكون بسبب ذنب ارتكبه الإنسان، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم.